أكدت وزارة البلدية والبيئة على المجمعات الاستهلاكية بضرورة تخصيص حاويات قمامة للتخلص من القفازات والكمامات بطريقة آمنة بعد التسوق. وقد بادرت مختلف المجمعات الاستهلاكية مشكورة بتخصيص حاويات لجمع الكمامات والقفازات المستعملة بعد الانتهاء من عملية التسوق. وتهيب الوزارة بالجمهور الكريم بضرورة التخلص من القفازات والكمامات المستعملة برميها بهذه الحاويات حفاظاً على النظافة والصحة العامة. عزيزي المستهلك، حافظ على سلامتك فسلامتك هي سلامتنا.